السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة صاحب الكرة، أهلا بكم. من فضلك إذا كنت أول مرة تشاهد قناة صاحب الكرة، لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك وزر الجرس، وأيضا أن تضع علامة إعجاب ليصلك كل جديد. سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يرحل نهائيا. أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الأربعاء رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، بعد أن قرر الطرفين عدم تجديد العقد الذي سينتهي بنهاية الشهر الحالي. وكان ريال مدريد قد عرض على راموس تجديد العقد لمدة موسم واحد بنفس الراتب الحالي، مع فرض خصم 10% بحكم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الريال. لكن اللاعب رفض هذا العرض وطالب بالحصول على عقد لمدة موسمين على الأقل، وهو ما يخالف قوانين النادي بخصوص اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم 30 عاما. وأوضح ريال مدريد في البيان الذي نشره أن النادي سيعقد غدا الخميس حفلا وداعيا للقائد سيرجيو راموس، وذلك بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، ثم سيعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا عن بعد للإجابة على أسئلة الصحفيين وتوديع النادي الذي قضى فيه 16 عاما. وما زالت الأمور مبهمة بخصوص وجهة سيرجيو راموس القادمة، لكن يعد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإشبيلية أبرز الأندية التي تسعى للحصول على خدماته. يذكر أن سيرجيو راموس حقق العديد من الألقاب الكبيرة مع ريال مدريد، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا وأربع بطولات للسوبر الإسباني وأربع بطولات لكأس العالم للأندية وثلاث ألقاب للسوبر الأوروبي. كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40 هدفا، كل ذلك في 671 مباراة، تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي. وأصبح راموس 35 عاما قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق. وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.